ونروح لمراسلنا فاروق صلاح من فندق الإقامة بنايجر، نعرف منه آخر التفاصيل عن مباراة اليوم. كل التحية ليك يا كابتن أيمن، كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من النيجر وبالتحديد العاصمة نيامي، مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي. وقبل دقائق ولحظات من توجه فريق النادي الأهلي لملعب المباراة، ملعب استاد سيني كونيتشي ليستضيف أحداث اللقاء ومباراة الذهاب اللي بتجمع ما بين النادي الأهلي بطل مصر وسونيديب بطل النيجر في مباراة الذهاب لدوري أبطال إفريقيا لدور ال 32. خليني أقول لك كواليس اليوم واستعداد فريق النادي الأهلي، أطمنك وأطمن كل جماهير النادي الأهلي على استعداد فريق النادي الأهلي وحالة الجاهزية اللي عند لعيبة النادي الأهلي بعد يعني سلبية مسحة جميع أفراد بعثة النادي الأهلي. الحمد لله النهارده تفاصيل اليوم، تناول لاعبو النادي الأهلي وجبة الإفطار في تمام الساعة 9 صباحا وكانت اختياري، ثم وجبة الغداء في تمام الساعة 11 والنصف ظهرا. في الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه دلوقتي يا كابتن ايمن، المحاضره الفنيه للاعب النادي الاهلي مع مستر كيفن جونسون اللي بيتولى القياده الفنيه في هذا اللقاء طبعا، ومعهم مستر بيتسو موسيماني عبر تقنيه الفيديو كونفرنس او الفيديو او الزوم. طبعا مستر بيتسو موسيماني خلال الايام الماضيه كان دايما في اجتماعات مستمره عبر تقنيه الزوم مع اللاعبين ومع الجهاز الفني للوقوف على كل كبيره وصغيره خاصه بالفريق وبعض الامور الفنيه طبعا في ظل الغيابات اللي بيعاني منها فريق النادي الاهلي، خاصه غيابات مركز 10 النادي الاهلي بيعاني منه في هذا اللقاء، غياب محمد مجدي قفشه وناصر ماهر ووليد سليمان. وهل من الممكن ان النادي الاهلي يلعب بثلاثه في خط الوسط الدفاعي، خط الوسط النادي الاهلي، او اثنين رؤوس حربه وتبقى طريقه اللعب 4-4-2؟ كلها امور يعني دار الحديث عليها خلال الايام الماضيه. قدر مستر كيفن جونسون طبعا هو يجرب اكتر من طريقه في التدريبات الاخيره لعيبه النادي الاهلي، ويجرب اكتر من لاعب في مركز 10، وهل هنلعب بطريقه 4-2-3-1 ولا 4-4-2؟ ده اللي هنشوفه يعني خلال لحظات مع انتهاء المحاضره، ويعني وصلنا لملعب اللقاء وخروج التشكيل الرسمي للنادي الاهلي. هنا يا كابتن ايمن مقر اقامه بعثه الفريق النادي الاهلي، الاستاد بيبعد عن مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي بسبع دقائق. طبعا انطلاق المباراه يكون في تمام الساعه 3 عصرا بتوقيت النيجر، الرابعه بتوقيت القاهره. رحله العوده للفريق هتبدا عقب نهايه المباراه مباشره، هتوجه فريق وبعثه فريق النادي الاهلي للمطار ديوري هاماني، ومن ثم يعني انتظار الطائره والاقلاع والعوده من جديد باذن الله الى القاهره. ان شاء الله نرجع منصورين. خليني اقول لك درجه الحرارة النهاردة يعني في الوقت اللي بكلم حضرتك فيه دلوقتي يا كابتن أيمن، درجة الحرارة 38 درجة مئوية. طبعا كان ليا كلام مع طبيب تغذية النادي الأهلي الدكتور عبد الرحمن سعيد، على طبعا أنت عارف يا كابتن أيمن يعني واحد من نجومنا الكبار، عارف إن درجة الحرارة المرتفعة وارتفاع نسبة الرطوبة في نوعية وجبات معينة، نوعية غذاء معين، نوعية مشروبات وسوائل معينة بتبقى يوم المباراة، كل الأمور على ما يرام. ان شاء الله يتبقى توفيق ربنا ان شاء الله، وربنا يكلل مجهود لاعبي النادي الاهلي بالانتصار والفوز في هذا اللقاء، تحقيق نتيجه ايجابيه، من ثم ان شاء الله تحقيق النتيجه في مباراه الاياب، ومن ثم ان شاء الله الصعود لدوري المجموعات، وان شاء الله تكون بدايه البطوله العاشره من هنا من النيجر. دي كانت كل الكواليس، كل التفاصيل الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي قبل لحظات من التحرك الى استاد سيني كونيتشي اللي هيستضيف احداث اللقاء. بالمناسبه يا كابتن ايمن، هو استاد بيتسع ل 35,000 متفرج، لكن طبقا لقواعد وقرارات الاتحاد الافريقي المباراه بدون جمهور، هيقتصر الحضور الجماهيري على 150 فرد، سواء من جانب النادي الاهلي بعضهم من افراد الجاليه المصريه او العربيه، وبعض الجماهير او بعض المرافقين لفريق سونيديب. دي كل التفاصيل، كل الكواليس من هنا من العاصمه نيابي، عاصمه نيامي، عاصمه النيجر. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شاوي.